مع عودته للانطلاق في موعده الشتوي. دافوس يشدد على ضرورة عدم مساس الركود الاقتصادي العالمي والتضخم ببرامج التغير المناخي وحلوله واستثماراته. كونوا معنا في أيام دافوس، وهل سينجح قادة العالم في وضع حلول جديدة للمشاكل الاقتصادية للعام 2023؟ سأكون معكم أنا رولا الطراونة من قلب جبال الألب السويسرية هنا من دافوس في أيام دافوس على شاشة CNBC عربية.